الله وبركاته، يا ألف مرحبا. الله يحفظك. والله ده أولا يعني هذه أمسية سعيدة، وربنا يجزيكم خير الجزاء ويحفظكم من كل سوء يا رب العالمين. الله يبارك فيك. ومنور يا فضيلة مولانا الشيخ أبو إسحاق، ربي يا رب العالمين الله يحفظك، يجعلك كالشمس المشرقة التي تنير الدنيا كلها يا رب الله العالمين. الله يحفظك، الله يبارك فيك. وانا الحقيقه يعني احب اقول لاخواني انه انا اول ما عرفت الشيخ الله يكرمه يا رب، عرفته من المرآه في عيون العاملين في القنوات الفضائيه. يعني هو يظهر على الشاشه فمعروف بانه شخص ما شاء الله قاطع الاحكام، يتكلم بقوه، يحسم الامور. لكن لو تخيلتم كيف يتحدث العاملون عنه بأنه هذا الشخص الدمة الخلق الرقيق الطيب الودود، يعني شيء يشرف والله.